هاي بالصين تحصل حالة انتحار كل دقيقتين. هالبلد مسؤول عن حوالي 25% من حالات الانتحار بالعالم، مع عدد سنوي بتراوح بين 250 و 300 ألف. احتمال الموت انتحاراً أعلى من الموت قتلاً، فمقابل كل حالتين قتل في 3 حالات انتحار. يعتبر الانتحار ثامن مسبب للموت بالولايات المتحدة الأمريكية. يعتقد الخبراء أن التعرض للعنف بالطفولة بيزيد من حالات الانتحار، وهالشي بتأكده الأحصاءات. أشهر آذار، نيسان وأيار تشهد معدلات أعلى للانتحار تتراوح بين 4 و 6%. بعض الأبحاث تربط بين أداء الفرق الرياضية ومعدلات الانتحار عند الفانز، مع أنه النساء بيحاولوا ينتحروا أكثر بثلاث مرات من الرجال، إلا أنه الرجال بيكملوا محاولاتهم أكثر بثلاث مرات من النساء. مين قال أنه المعدلات الأعلى للانتحار هي عند الكبار بالعمر ومش الشباب؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.